طب كابتن نصير، عايز اروح مع حضرتك لقيته تصريحاته الغريبه شويه. وفي الاول يقول لك انت او احنا داخلين حرب، وفكره هنا انتقاد البعض ليه، وفكره ان هم بيتقال عنه، يعني هو دي مش تصريحات، او هو لسه مش عارف يفرق ما بين كونه كلاعب وكونه كمسؤول، في لسه لبس ما بين ده وده، رايك ايه؟ هو طبعا هو متحمس، وقوانا اعرفه يعني معرفه شخصيه فعلا. طبعا التقيت بيه لانه هو كان بيلعب مع الكاميرون، وكنت في بطولات افريقيا، انا كنت منسق في جيرا كوردينيتور 4 بطولات مع كامر، انا 10 لكن هم 4 مع ايتو. تمام. فايتو انا يعني اعرفه يعني. طب احكي لنا عن شخصيته كلاعب ودلوقتي كمسؤول والفرق. لا شخصيته مؤدب جدا وخجول جدا وودود، وتحس ان ما عندوش دي، بس هو الحماس اللي عنده هو بيشجع لعيبته. بس هو قال المباراه دي ما قالش على منتخب مصر. لا هو كان، ما هو مباراه هيلاعب مين؟ ما هو هيلاعب الكلام مصر. اللي اتقال، لا الكلام اللي اتقال انه هو قال التصريح ده في غرفه ملابس اللعيبه بعد اخر لقاء ليهم بس احنا وما كانش لسه ماتش مصر والمغرب اتلعب، فالكلام في المطلق. وبعدين هو الى حد كبير من المنطقي ان هو يحمس اللعيبه بتاعته بحكم ان هو لعيب تاريخي ورئيس اتحاد. ما هو الاسلوب ده عشان هو اول مره يتولى ان هو يبقى رئيس اتحاد، فالخبرة الإدارية مش موجودة. هو عنده خبرة، هو ده اللي بقوله بالظبط. هو عنده خبرة كلاعب، خبرة كنجم، لكن خبرة الإدارة وخبرة الكياسة وإن يكون عنده فيجن وعنده رؤية وعنده كلام زي كده، الكلام ده كله ما كانش يعني ما جنبوش التوفيق إن هو يقول الكلام ده. هو اتحمس أكتر من اللي عادي إن أي رئيس اتحاد هيبقى بيتوجه بنفس مضمون الكلام، يمكن مع استخدام مفردات مختلفة، بس طبيعي ان هو يحمس لعيبة بلده. ما هو يحمسهم بس ما يقولهمش الالفاظ دي، مش حرب يعني. يعني ينتقل الالفاظ اللي يعني احنا هنلعب المباراة قوية، المباراة على ملعبنا، لابد ان احنا الكاس عندنا، الكاس ما يطلعش مننا، الحاجات دي كده. ما هم كسبوا بطولات قبل كده يعني كسبوا. التولي مسؤولية منصب ما برضه بتخلي الواحد لازم يبقى متحفظ في كلامه. ايوه هي دي بقى اللي هي فايته. حتى تشوف طريق الكاميرا يعني البودي لانجوج بتاعه وجسمه وهو عمال بيتحرك وبيشاور بايديه وهو كده، ده يعني الرئيس بيتكلم هادي بيتكلم، لكن ما بيخشش بالاندفاعات اللي هو كده. صحيح. هو يمكن اللي ممكن نربطها، يعني انا متفهمه وجهه نظر كريم، اللي ممكن نربطه شويه او نفهمه من كلامه هو قصه ان دي اول مباراه حقيقيه هيلعبها الكاميرون، يعني يمكن علشان كده. احنا شفنا وقلنا الكلام ده قبل كده، اتلعب مباريات سهله قبل كده مش من العشره الاوائل، بنتكلم برضو في البطوله. فسواء هو كان المغرب او مصر، حتى لو كان تصريح سابق، الاثنين من الفرق او المنتخبات القويه، فعشان كده كان ربما هو طبعًا بيقول ان هي بمثابه حرب يعني. لكن احنا مش عاوزين ناخدها بالصوره دي. لكن هذه البطوله زي ما بقول انها من البطولات اللي ممكن التاريخ هيكتب عليها للي بيحصل الفرق، سواء من الكورونا سواء من هي هي البطوله دي لن تنسى. والبطوله دي محتاجه محاسبه. يمكن كريم قلنا الكلام ده قبل كده، لازم يكون في محاسبه بعد كده يعني تابعه او تاليه لهذه المسابقه، ولا حضرتك شايف الموضوع هيعدي وخلاص بما ما تحمله كانت من مساوئ؟ أكيد بصراحه اكيد في لوائح هتتغير وفي نظم هتتغير لان تعالج مثل هذه المواقف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حتة ان احنا نكتب مثلا ناخد 4 حراس او 3، لغاية سنة 2002 كان كاس العالم 2002 اللي اتعمل في كوريا واليابان، كان بيسجلوا بياخدوا 22 لاعب في كاس العالم منهم 2 حراس بس. ولازم يكتب 2 حراس، يكتب ده حارس ده حارس. اما حصلت اصابة لحارس الارجنتين والتاني اتطرد فمبقاش عندهم حارس، فطبعا الاتحاد الدولي اياميها فكر ازاي يعالج المشكله دي. ما هو يعني مش ممكن فرقه تلعب بدون حارس، ما يحصلش زي ما الكاميرون لعبت كده. اجاز لهم انهم يغيروا لعيب من اللي ما لعبوش ويحطوا حارس تاني. فبعد كده تدارج دي في 2002 ان هو عمل ايه؟ راح جاي قال ان 23 لاعب، 20 لاعب وثلاثه حراس، ولازم تكتب الثلاثه حراس. فدي حصلت لنا يعني. احنا دلوقتي عندنا نفترض ان كاتبين الثلاثه حراس يبقى صبحي هو كان الحارس التالت. فاذا دي بتحصل من التجارب وكده، فجت لنا ما كانتش موجوده قبل كده فتغيرت.
ايوه بس دي حاجات اساسيه، انا بتكلم عن حاجات تانية ليها علاقه بالتنظيم مش بالفنيات. التنظيم يا كابتن نصير، يعني النقطه اللي انا وكريم بقالنا بنهاتي فيها كتير واكيد العديد من الزملاء، هي قصه التنظيم اصلا للبطوله من قبل الكاميرون حتى وان لم تكن على استعداد كافي لا تليق ابدا بقاره افريقيا. احنا بنتكلم من اي تو زي بقى، مش بنقول مثلا في بعض عشان المشاكل. بنقارن 2019 في مصر اتعملت ازاي طبعا، ثم جينا في الكاميرون في المفروض 21 بس هي بتعمل دلوقتي، تم تأجيلها. فطبعا الحاجات دي طبعا في ظواهر كتير. ناقص حاجه كمان يعني اقول لحضرتك حاجه في التنظيم، الخبرات الاداريه الموجوده في الكاف دلوقتي مش موجوده. ليه؟ لان احمد اللي كان رئيس اتحاد قبل كده فرغ الكاف من كل الكفاءات، كفاءات الفنيه، كفاءات اداريه، الخبرات دي كلها طلعت بره. فاللي هم موجودين ما عندهمش امكانيات انهم يعني المواقف اللي بتحصل دي ممكن تتحل بسهوله. اوكي. هم محلو يعني مشكله الثمانيه اللي ماتوا والاصابات دي، ما هو دي مشكله سببها هم. كانت حاجه محزنه جدا بصراحه، من الجماهير يموت ثمانيه. تيجي الموريتانيا يضرب السلم الوطني غلط مش بتاعهم.